السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقاءنا معكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نميم. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب نورنا وشرفنا ابن البرامون ياسر درويش، متابع معانا على القناة. يعني شاب في بداية حياته عايز ان هو يعمل مشروع الأرانب، تابع القناة وتواصل معايا وحجز الأرانب يا جماعة وجيه علشان يستلم في الأرانب بتاعه. طبعا هو اختار حاجات كويسة جدا، اختار ما شاء الله البلجيكي، واختار الريكس الألماني بأنواعه، واختار الفلاين، واختار النيوزيلندي. بسم الله ما شاء الله حاجة كويسة جدا. خد خمس أمهات، بسم الله ما شاء الله حاجة فوق الخيال، حاجة جميلة جدا. اتفضل بقى يا عم ياسر، وجه رسالة للناس ووصف الحاجة أنت خدتها. والله يا أبو نرمين أنا زدني شرف من معرفتك، ربنا يكرمك. وأنت إنسان محترم، وقبل كل شيء وقبل كل حاجة إحنا على رأي واحد صاحبنا بيقول لك إيه، إحنا معرفة خير. تمام. وأولا وأخيرا حبيبك ابن كارك الشيخ سامر، صباح الفل. طبعا يا جماعة تحياتي للشيخ سامر وتحياتي لأخونا علي محمدين و جابر بنازع والشيخ مختار والشيخ محمود ندى ومحمد بريك، تحياتي لكل اصحاب القناة على السوشيال ميديا، احنا بنشكرهم وتحياتي ليهم وتحياتي لكل شخص بيقدم معلومة عشان يفيد بقى الناس. تحياتي ليهم وتحياتي لكل المتابعين اللي معانا على القناة. وطبعا احلى ياسر درويش ابن البرمون، الشاب اللي جالي وتواصل معايا، ويعني ده يا جماعة جاي عن ثقة، يعني هو جاي عن ثقة، دخل نقل حاجة من قبل المكان، قال انا عايز ده وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. وحقيقي والله فضل ده، انا ما قلتلوش على اي حاجة لما قال خلاص، والله حتى حاجات كانت بتاعته وبقول له والله انا سايبها بس مش خسارة فيك، والله انت زي اخويا وما خسرش معايا صراحة. احنا كل اللي يهمنا يا عم ياسر والله نجاح الناس، الناس دي احنا بنتعب يا عم علشان الناس دي كلها توصل وتنجح. يعني تصوير ومونتاج وتحميل على اليوتيوب يا جماعة، والله الناس يعني دخل اليوتيوب اساسا والربح اللي بيجي من اليوتيوب مش يعني مش القيمه اللي الناس حاطاها في دماغها ان احنا بنكسب الافات وملايين والكلام ده. يا جماعه والله العظيم حاجات كلها بسيطه جدا ما تستاهل التعب اللي احنا بنتعبه عشان خاطر المتابعين. والله ما احنا ربحنا ومكسبنا اساسا من مشاهده الاعلان، يعني ربح اليوتيوب يا جماعه من مشاهده الاعلان، ومع ذلك انت كمتابع بتعب تقوم جاي صباعك وتعمل تخطي الاعلان. يمكن كده ما بربحش اساسا، انا كده بطريقتك دي انا كده ما بربحش، يعني عشان الناس مفكره ان احنا هنا بنعمل تصوير وبنصور فيديوهات والكلام ده ان احنا بنكسب الافات وملايين والكلام ده. لا، انت بتعمل تخطي الاعلان كده ما بتسيبش اي حاجه، لان ربح اليوتيوب من مشاهده الاعلان. والله العظيم يا ياسر ربح اليوتيوب مشاهده الاعلان، ومع ذلك المتابع بيعمل تخطي الاعلان. حصل حصل، واي واحد بيجي من خط الاعلان على طول. مكسبنا بقى، مكسبنا الوحيد هو حبه، حب الراجل ده اهو، حب الراجل اللي يجي من اخر الدنيا من برامون جنب المنصوره، يجي لي هنا بلد شربين، جنب شربين بلد تبع شربين ارياف. دي شربين ب 17 كيلو، يعني بقى 17 كيلو على شربين، هو اللي مقدر المسافه. بعد شربين بقى والله، بعد شربين ب 17 كيلو وفي الاراضي الزراعيه والطريق مطبات في الارياف، خدت نشوف الناس المحترمه في الارياف. انت شرفتنا ونورتنا والله العظيم، انت نورتني. الله يخليك، جاي مشوار كبير عشان خاطر ياخد الارانب بتاعته. وكان عندنا برضه من فتره كريم من الزقازيق، اخ برضه طبعا على القناه، واسلام جه خد برضه ارانب، والحمد لله حاجه كويسه ما شاء الله. وطبعا يعني ده الحاجه اللي هو خالد، بسم الله ما شاء الله نبدا نعبيها له. شايفين يا شباب حاجات ما شاء الله عامله ازاي؟ اهو حاجات ما شاء الله جميله جدا، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا شباب شغل ما شاء الله، حاجه نظيفه، حاجه كويسه جدا اهو. طبعا ديت بنت الارنبه السفره البلجيكي اللي كانت بتعملها مفاجات على طول، ام ديت اهي ما شاء الله معانا تولد قريب اهي. ماشي، ده بنته، وطلع شكلها بالصلاه على النبي اهي. حاجه ما شاء الله تقليب عالي ما شاء الله، حاجه جميله جدا، بسم الله ما شاء الله. يعني اهو شايفين عامله ازاي؟ شوف الشغل، بسم الله ما شاء الله، ربنا يجزيك خير يا ابو نرمين. الله يسلمك. شايفين يا شباب، بسم الله ما شاء الله، الحته ديت الهلال الابيض، كفوف البيضة، بسم الله ما شاء الله، حاجة ما شاء الله جميلة جدا. شايفين يا شباب، بسم الله ما شاء الله، شغل، شايفين الشغل عامل ازاي؟ شايفين الشغل؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا، يعني فوق ما تتخيل. طبعا احنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج حاجة يا جماعة احنا تحت امره، يتواصل معانا، لو متوفر عندي الحاجة ياخدها على طول، مش متوفرة هيحجز.
وناخد دور ان شاء الله، ناخد ميعاد باذن الله ونقدر نوفر له حاجه من عندنا، حاجتنا خاصه بينا ان شاء الله، واحنا تحت امر الجميع. وطبعا معانا اخ كريم متابع معانا، اخر حاجه محترم خد الثقه وجي المكان عن الثقه. وطبعا دي كانت حلقه النهارده. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه ما تنساش انزل تحت اشترك في القناه وفعل زر الجرس. قبل ما تقفل خليها ملحوظه بس. اتفضل. انت انا زدني شرف ان عرفت حضرتك، ربنا يكرمك. والله والله انا ما بقولش عشان انت واقف او عشان انت حاطط لي الاغاني في حاجه، انا والله انت غير اللي انا كنت يعني متخيله. يعني انا لما جيت لك بردك ابو نرمين، غير لما بكلمك في التليفون، غير لما بشوفك على اليوتيوب، انت انسان محترم وفاهم مقابلتك وذوقك واحترامك، ربنا يخليك. انت شرفتنا ومرضتنا والله، انت شرفتنا ومرضتنا. واي حد يا جماعه والله العظيم متابع على القناه، اخ لان احنا كلنا عيله واحده، احنا عيله ابو نرمين. يعني احنا كلنا كده يا جماعه عيله ابو نرمين، ما فيش حاجه اسمها يعني ابو نرمين صاحب القناه ومتابع، لا احنا كلنا عيله واحده، كلنا اسره واحده، بنكمل بعض. اللي ناقصه حاجه يكلمني ويطلع. والله يا جماعه لو اتاخر حد في موضوع اتصال او اتاخر اي حد خالص، بس اوقات بتحكم مثلا ان بيكون معايا حد مثلا بيشتري وحد رن عليا ولا كده ما عرفتش ارد عليه، او دي مثلا كلمني بعد شويه، اوقات ممكن ياخدها بساعه اللي يفكر ان انا مثلا ايه ان انا بتعامل. والله بكون غصب. والله يا جماعه حصل واحد رن عليا والجماعه معايا بيشتروا ارانب، فقلت له معلش يعني كلمني بعد شويه، بيبقى غصب عن الواحد. او مثلا اكون يعني في الشغل بتاعي شغال ما عادش ارد على التليفون، بكون غصب عن الواحد والله. طبعا عشان ما اطولش عليكم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اوعى تنزل، انزل تحت اشترك في القناه عشان يصلك اي اشعاراتنا فيديوهات جديده ننزلها. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. طبعا ده ياسر اهوت بيستلم الارانب بتاعته يا جماعه. ياسر قلب ارانبك ياسر كده وظبط حال. لا حاجه ما شاء الله، تعليم ابو نرمين حاجه ربنا يبارك فيك. تمام. حوض واسع طبعا، امال لازم يكون حوض واسع. لا وما شاء الله يعني الارنب، شوف الارنب بيعمل فيلك ازاي. انا ارنب ما يعني ده حاجه بتدل الارنب كويس، ارنب بصحه كويسه، ارنب عافي صحته ما شاء الله. يعني ارنب عافي ما شاء الله بصحه كويس. دي اللي انت كنت ماسكها؟ لا ده الثاني. لا دي 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 اللي انت كنت ماسكها دلوقتي. هم بس دي كبيره شويه. ده كبيره شويه. والله يا جماعه الحته دي انا كنت سايبها لنفسي، خدوا بالكم والله العظيم ده اقسم بالله ده انا كنت سايب ده لنفسي، بس يعني هو قال انا هاخد ديت، قلت خلاص مفيش اي مشكله ما تغلاش عليه. يلا لسه بكريه بسم الله ما شاء الله يا جماعه، لسه بكريه حاجه ما شاء الله جميله زي الفل اهيت، ربنا يملاهم له بركه. واحنا يعني والله نزودهم له كمان، احنا نزودهم له كمان. ربنا يخليك يا ابو نرمين. طبعا دي حته برده يعني احلال لسه صغيره شويه، هو اختارها واخدها برضه يعني ربها على ايده بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا بسم الله ما شاء الله. يلا عم ربنا يبارك فيك ويرزقك يا ابو نرمين ومعرفه خير وان شاء الله باذن الله. طب تحب توجه الرساله بقى للناس اللي على القناه تقول لهم ايه؟ لا هقول لهم يا عم الحاج الراجل ايه، راجل ونعم الناس وراجل اخلاق وراجل ذوق كفايه قبلته. بس اللي انا احب اوجهه اللي الراجل ده ما حدش يعرفه الا اللي يجي يتكلمه او يجي يتعامل معاه. انا اولا واخيرا اول مره في حياتي اشوفه، والله العظيم اول مره، كل كلامي كان معاه في التليفون اكتر من كده ولا اقل من كده، بس كل اللي بينه وبينه كان تليفون. بس النهارده غير لي كل اللي حصل، يعني اللي كنت شايفه قبل كده فاكر غير كده. ومن الناس المحترمين، الناس مقابلتهم محترمه، ناس يعني حتى انا بحاسبه يقول لي ما عليك، ما اللي انت عايزه ما عليكش دعوه بالفلوس، يعني كفايه ديت لوحدها، يعني ديت لوحدها كفايه. احسن حاجه المقابله يا جماعه والله. انا هو كمان يعني من ضمن الكلام هو احتاج فرش عرقوب، طبعا هو ما يعني ما لقاش، فكان عندي فرش عرقوب من بتاعتي والله العظيم اديته منها، اقسم بالله يا جماعه من بتاعتي اديته منها. حصل والله بتاعته اللي هو قال لي انا اللي جايبها لنفسي، بس مش هتغلى عليك. خدت بالك يعني هو دي والله من الشغل بتاعي ان انا سايبه لنفسي، لان طبعا انا ما ببيعش الحاجات دي، ومع ذلك برضه اديته ايه اهو اهو يا شباب، يعني اديته من الفرش بتاعت العرقوب بتاعتي، من الفرش بتاعته كمان والله. خدت بالكم؟ من فرش شغله. واحنا تحت امر الجميع، اي حد يا جماعه محتاج ارانب محتاج اي حاجه احنا تحت امر الجميع في اي وقت، واصل معانا عن طريق رقم التليفون
0100-74-75-525. وانا تحت امر الجميع، وتحياتي لكل من يتابع القناه من جوه مصر ومن خارج مصر، تحياتي لجميع الدول العربيه والدول الاجنبيه. علشان ما اطولش عليكم اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.